جيلك الآن وين؟ أو جمهورك عفواً، جمهور المسرح الآن وين؟ هو مثل ما أخوي الكريم الكبير نطق به، هي قضية الورش الصناعية، يعني شلون يخلقون من ممثل ناضج، ممثل متكامل. الجمهور كيف ليش انقطع عن المسرح؟ هاي أسبابها كثيرة. منها أولا هم أيضا الحكومة تتدخل بيها، أيضا الآن في بغداد أو في أربيل أو وين المسرح؟ ماكو جمهور للي قاعد يقدم على الستيج الآن، مو من ذاك المستوى الثقافي العقلي اللي يداري وينمي القضايا الثقافية، القضايا الاجتماعية، وحتى القضايا السياسية كلها مبذولة راحت ماكو. زين أعمالنا القديمة اللي كنا نقدمها وينها الآن؟ شبيهة إلها وينها؟ ماكو. زين ليش من نطلع إحنا خاصة العراقيين الفنانين العراقيين المسرحيين، من إحنا نشتغل ونروح نقدم أعمالنا إلى الجهات الغير عراقية يهللون إن باو العمالقة باو الكذا؟ ليش؟ ليش الآن أكثرية العوائل يعني يشوفني بالشارع، يشوفني في مكان ما، يقول إحنا مع الأسف كله قاعد نرجع على الأعمال القديمة نشوفها، شو السبب؟ طيب البلد بدون سينما، بدون مسرح، بدون بعيد، يعني البلد بعيد. يعني قاعد تقولين بلد بدون ثقافة، مضبوط. بدون شلون شلون تشوف؟ ماكو.